الشاطر أنا، لأنه الشاطر بشطارته صار بالبلد، ولأنه الأهم نفهم كيف بفكر الشاطر. مش مهم إذا كنت شاطر بجد، الأهم كيف بتتشاطر وكيف بتصير الأشياء بشطارتك. بعد ما سمحت إسرائيل دخول ربطات الكنادر لغزة، أشار علي زميل بفكرة إنه ليش الربطات أصلاً إذا ما في غزة كنادر؟ قلت يا ولد إجت، يعني راح أعمل ديل مع الإسرائيليين إني أسير أورد كنادر على قطاع غزة، لأنه أصلاً ما بتضر وما بتأثر على أمن إسرائيل مثل الربطات اللي كانت ممنوعة. الكنادر طبعاً مش بس عشان الناس تلبسها، لا، لأنه استخداماتها في غزة مطلوبة كتير، لأنه مثل ما بيقولوا السلطة الحاكمة هناك بدها تمشي كل شيء بالكندرة، قانون ونظام بالكندرة، ممنوع التعبير بالكندرة، ممنوع الضحك بالكندرة، ممنوع الأرجيلة بالكندرة، ممنوع التنزه بالكندرة، وبدك تدفع بالكندرة، ممنوع تعلق ملابس في محلك بالكندرة، ولازم تتجند بالكندرة، وشكلي راح آكل كندرة، بس أنا شاطر بالكندرة، واللي مش عاجبه يلبس كندرة. بدناش نقول إشي تاني لأنه هيك الشطارة. شاطر أنا يوميا على أثير 24 FM مع وليد بطراوي.